رجعنا سوا بعد الليل لمتابعة الآخر لليلة، وهلا عايشين على كيفهم. الضيف اللي رح ينضم لنا هلا هو من عائلة فنية عريقة، بلش بالموسيقى بين البيانو والكمان من عمر كتير صغير، سافر بعدها لموريال لمتابعة دراسته الموسيقية، وبعدها لأرمينيا، درس لمدة 7 سنين دراسات موسيقية مكثفة وحصل على إجازات ماجستير ودكتوراه بالتربية الموسيقية. بال 95 بلشت رحلته بمجال القيادة الموسيقية واشتغل مع جوقات وأوركسترا عديدين، أكثر من 100 حفل موسيقي لليوم بكل العالم. هو كمان بروفيسور بالكونسيرفاتوار الوطني اللبناني، ومن سنة 2000 هو قائد جوقة الفنانة جوليا بطرس مع أكيد حفلات السيدة فيروز، وبحوزته جوائز وشهادات تقدير عديدين. خلينا نستقبل سوا المايسترو دكتور هاروت فازيليان. مساء الخير، مساء، اهلا وسهلا فيك، تفضل. اهلا وسهلا فيك من الاخر. هاي. اذا بدك تدير الجو قبل الاستوديو، كيف بنلاقي جو الليله؟ ريدي؟ 3 اب. هاروت فازيليان، اهلا وسهلا فيك من الاخر. ثانك يو. والدك بيرج فازيليان كان مخرج لمعظم حفلات ومسرحيات السيدة فيروز، ومن أنت وصغير كنت ترافقه بالمسرح، وكنت تقعد هيك بالمسرح وتتفرج على المسرحية وتشوف بيا كيف كان يخرج هالمسرحيات. من أنت وصغير كان عندك هذا الشغف، وكنت تشوف السيدة فيروز بشغف، وكان عندك طموح يوما ما تصير أنت عم تشتغل معها؟ هلا وقتها اكيد كنت صغير، كنا نروح على مسرح بيكاديلي وقت المسرحيه ترحبني، واللي بيي كان يعمل الاخراج لكل المسرحيات وقتها بالسبعينات يعني، وكنت احضر بالبيكاديلي. وقتها كان نهار السبت واحد كان في ماتيني، كنا نروح نحضر، بس مش انا، كمان كان غادي رحمان واسامه وغسان، كلنا يعني الاولاد هنيك نلعب، نطلع وننزل على الدرج. وبتذكر اول مره شفت قائد اوركسترا، وهالهال امبريشن يلي اخذتها وقت بالبيكاديلي، كان في بيت اوركسترا اللي كان في الاوركسترا جوا، وكان يطلعوا استاذ عاصيه واستاذ منصور وقتها، او اوقات استاذ الياس يقودوا الاوركسترا، وانا كنت ولد صغير يعني اقعد وتتفرج شو عم بيصير. يمكن وقتها سبكونشسلي مثل ما بيقولوا فات براسي انه بدي يكون قائد، بعدين هلا صرت. كيف تصارت تعاون؟ يعني قديش اشتغلت حتى يصير التعاون؟ صار تقريبا من 3 سنين مع سيد فيروز. نعم نعم. كيف تصارت تعاون؟ يعني قديش اشتغلت حتى تعاونت معه؟ هلا وعلى اي اساس قدرت تتعاون معه كمان؟ مثل ما قلت قبل شوي، صار لي من سنه 2000 عم بشتغل مع سيد جوليا. نعم. جوليا بطرس، ويعني سنه 12 13 سنه بنشتغل سوا، واكيد سيد فيروز تعرف بهالموضوع وتلفنوا، لانه في حفله ومنحب انه انت تقود، و اتس ا بيوتيفول ثينج، لايف از ا سيركل يعني مثل ما بيقولوا. سو كنت قبل اتفرج هي وعلى المسرح، وهلا انت مع المسرح. مزبوط، اتس ا بيوتيفول. خبرتها شيء شاركتها هال؟ اوه هي بتعرف، تتذكر، انت تعرفني كثير منيح، تتذكرك من انت وصغير. اكيد اكيد، لانه كان العلاقه مع الوالد والرحابني يعني مع استاذ منصور، يعني انا لاستاذ منصور كنت له عمو منصور وعمو عاصي، هيك بحكي كنت احكي معه. للسيدة فيروز شو بتعيط له؟ ست فيروز. حلو كثير. اكيد ست فيروز. ياش حرب، حضرتك من اصل ارمني، لبناني من اصل ارمني، ب 83 رحت على يريفان تتكفي درس. بنعرف انه ارمينيا بالمطلق كفاين ارتس وكميوزك معطاء للاخر، يعني كلها مواهب. الاتحاد السوفيتي بالمطلق اكثر بعد، وكان في عنده ديسيبلين خاصه بالاشياء الكلاسيكيه. مزبوط. طيب شو كان اول شيء الهدف من الروحه الاساسي، وهل يعني كان قصه رجعه للبلد الام كمان، ولا بس شوا ثاقب هيك من تلقاء نفسه؟ وشو اكتسبت من هالروحة شي بقي لليوم ورح يضل فيه؟ وقتها كنت عايش بكندا، أنا لو هجرنا رحنا على كندا ب 75 76 تقريبا، تركنا لبنان ورحنا على موريال، من هونيك رحت على ب 83 رحت على أرمينيا، ثابت إنه رحت على أرمينيا، مش ما كان هدفي، بس بعدين رحت على موسكو ولينينغراد كمان يعني. وهيدا الشانس بعتبره كان شانس كتير منيح لإلي، لأنه تعلمت شيء جديد، وكيف بدي لك الإكسبيرينس جديد ببلد كليا غير من كندا.
سو مثل ما عم تقول كان في ديسيبلين و there's no you only study music. الشق الكوميرسيال كان مش موجود، كان اكثر موجود. اذا لتسليك نروح نستفيد منها اليوم، لتسليك نروح على الاوبرا، لتسليك نروح على انه نقرا وما بعرف شو. وبعدين رجعت على مونريال وبلشت الكارير تبعي. وبس بحب اقول شغلي هون كثير حلو، انه كيف اللايف اتس سيركل. ب 95 الوالد كان مارق من لبنان، كان عنده سفر وكان عم يمشي بحمرة، لانه نعم. كان حمرة من زمانات. وليد بيشوف دكتور غلمية، أهلا وليد، أهلا بيرج، كيفك، ما بعرف شو، بيبلشوا يحكوا وبيقول له شو هاروت، كان لأنه كانوا يعرفوني ولد صغير، قال له بابا إنه هاروت صار قائد أوركسترا. وهي ما بيساب حياتي، وبدي أشكر، كنت أشكر دائما دكتور غلمية الله يرحمه كمان، إنه لا هو قال إذا هاروت بيحب يرجع على لبنان، لانه نحن عايزين بروفيشنالز ميوزيشنز، وهو كان عايز ليعمر هالكونسرفاتوار والاوركسترا. انا هو عنده مطرح وحده، ورجع بابا خبرني، قلت له يلا مروح بعدك من وقت لاخر بدي على الطنجره. شو قصة الطنجرة؟ سألوا بيان شو قصة الطنجرة؟ الطنجرة يمكن هي أول إنسترومان كان عندي بالبيت أنا وصغير، إنه عامل أصوات بدي أسمع صوت. بس هلا يمكن الأوركسترا بيقولوا أنا عم طنجر على راسهم. هارون بازيليان، كان عندك الجرأة لتعيد الموسيقى اللايف للمسرح الغنائي بلبنان بمسرحية أيام صلاح الدين، كيف تجرأت ترجع تعيد الموسيقى لايف؟ وقديش اليوم الجمهور كان ناطر هذا الشيء، وكان عشان يرجع يشوف الموسيقى عم تلعب لايف بالمسرح؟ شوف، هيدا حقكم كجمهور، انه وقت يلي حدا بيشتري تيكت ليشوف شي مسرحيه او ما بدكم تحضروا، انتم حقكم ما تشوفوها بلاي باك، بدكم تشوفوها لايف. سو وقت يلي تلفنوا لي اخوان صباح، فريد صباح هو المؤلف من ايام صلاح الدين، قال لي عندي فكره انه بدنا نعمل مسرحيه غنيه بس بدنا نعملها لايف. قلت له ام ان بدون ما اعرف شيء، ام ان لانه لازم ينعمل، لازم حدا يعمل هالاول خطوه. وعملناها مهرجانات بعلبك، هي اول خطوه. والسنه الماضيه مهرجانات بيت الدين لاول مره عملنا مع كاراكلا لايف اوركسترا، ولا كمان اول مره بتاريخ لبنان عم ينعمل دانسينج واللايف اوركسترا. تينو كرم رح ننهي معك. هاروت، انا اول مره بتعرف على الشيف دوركست، واكيد في كثير من المشاهدين ما بحياتهم قدروا حكيوا مع حدا، بس فيك تعلمنا شوي هيك المينيمم تبع الحركات الشيف دوركست، كل وحده شو معناتها، بس بي هيك اختصار من الاخر. فيني بس خايف انه تاخذ المهنه مني. ما بعرف مزبوط ولا لا، عنده بلش يعمل الكولونال الوطن بنشزم. بس هيك شوي شوف، في عنا اكيد حركات اللي نتعلمها على ال 1 2 3 4 1 2، وهذا كله نتعلم. بس بعدين وقت اللي بتكون على كانه طبيعتك كيف عم تتحرك، لانه انا بتحرك ايدي او عم بحكي كانه واحد عايشها، يعني ما من بفوت او ترانز، بس عندهم معنى في نوت، يعني انه مثلا هيدا الشيء هاي الشيء لا نوت قدامهم. هيدا الحلو بالكوندكتينج كشفت اوركست، انه اتس ابستراكت. لانه اذا هلا فور اكزامبل اذا عملت هي هالحركه ما في صوت، بس اذا كانوا قاعدين موسيقيين وعملت هالحركه يعني رح يطلع صوت. شيء كثير حلو. بعدين مش هون، في عندك حبيب كيف قديش بدك، شو بدك، لوين رايح الموسيقى. لانه موسيقى مثل اللي كانت معنا بلاك اند وايت، بس نحن الشيف اوركست بنلونها وبنعطيها هالنكهه كيف بدنا اياها، قديش بدنا قوه. فور اكزامبل بقول لك انه بدنا نسرعها هون شوي، بس سرعه كمان ابستراكت، ما فينا نقول بدنا نسرعها على 25 كيلومتر في الساعه، لا، بس السرعه كمان حدودها وين، مين بيقرر؟ القائد بيقرر او مبطئها، والعلو وال اوركستر بلا شيف ما بيقدروا يلعبوا بلا ما يكون في حدا عم يعوضهم. من الاخر حبيب خبرين، انا اول شيء شو بتحب نعيط لك، دكتور، مايسترو، شو اللقب الاحب على قلبك؟ اسمي هاروت، يمكن هاروت احسن شيء، ما بعرف، بس مبدئيا الناس بيعيطوا لي مايسترو، لانه هيدا مايسترو. من بعد ما قدت الاوركستر الوطنيه، الاوركستر تبع ست فيروز وجوليا، اهم ثلاث اسامي تقريبا بلبنان، لهلا لوين؟ شو الطموح؟ شو عبالك تعمل؟ بنعمل يمكن احسن وتطوير، وتشوفوا مع فور اكزامبل مع ست فيروز ومع جوليا مع الاوركسترا، دائما انه ما في ليميت
عملنا شغل كتير توب توب توب، بس التوب بعدين بيكون أقل من يلي بدنا نعمله. سو دايما تطوير لقدام. ويمكن أنا كهروت كقائد للموسيقى الكلاسيكية بحب أعمل أعمال أصعب، وأصعب مش بس تكنيكلي بس أصعب إيموشنلي وفلسوفيكلي، لفوت بهال هالأشياء لأنه البحر يعني فيك فيها. سو ذس إز انا ما راح اعمل لك هيك لانك قائد، راح اعمل لك هيك. لا كمان عم تروح غير مطرح، عامل لي هيك احسن. ريما نجار لايك اكيد، ونحن طبعا فخورين فيك باعمالك وابداعك. ثانك يو تينا كرم. انا شاد انبسطت بوجودك. شاد عم بعمل طمس عادة، طمس عم اعمل لك اياها على الشفر. ثانك يو زينب مايسترو. عادة الأشخاص اللي مثلك اللي بالكاليبر مثلك ما بيصدقوا كيف يضبوا الشنطة ويفلوا من لبنان، لأنه بيعتبروا ما لهم محل بهالبلد. شو حلو إنه أنت العكس، يعني أنت كنت كبير برا وقررت تضب الشنطة وترجع على لبنان وتكون جزء من تاريخنا الموسيقي. هذا كتير حلو فيك، وأنا بفتخر فيك وفرفحت لنا قلبنا بهذا الموضوع. جاش حرب بيقولوا اللي بيعمل شيف دوركستر بيكون حدا قلبيا عنده نزعة السيطرة، هي يمكن المطرح الوحيد اللي بيكون حب السلطة والسيطرة جايب محله لهدف سامي اللي هو الموسيقى. اثنين تمز اب لكل الجالية اللبنانية الأرمنية. أحلى شيء بالعالم الموسيقى، يعني وقت الواحد يكون معصب ضيق خلق وقت يسمع موسيقى اكيد بيرتاح وبيغير مود. غيرت لنا كثير المود هون مايسترو، هيدي لإلك. وانا هلا حمسني اتعلم شو بصلح عندك كلهم غيرانين مني، كلهم غيرانين. صار مثل هاروت فازليون. انا بدي اقول لك انه يلي بتسمع على حديثك كثير وبيشوف كيف تحكي بشغف عن الموسيقى وعن الفن، ويلي بيشوف كل اعمالك يلي قطعت فيهم وشغف يلي كان عندك ترجع على لبنان حتى تاسس وتدير الاوركسترا الوطني، بيقدر يقول انه نشكر الله في اشخاص مثلك تتكون الموسيقى والفن بلبنان بألف خير. مشان هيك انا بقول لك ثانكس اولا للموسيقى ولكل شيء عم تعمله للبنان، وشكرا اكيد لوجودك معنا الليله، وتحيه كثير كبيره لك ولكل الجاليه الارمنيه الموجوده بلبنان. هول ثامز اب لك ولارمنيا. ثانك يو هاروت فازليون، شكرا كثير لوجودك معنا الليله.